شيخنا سمعت عبد الله الدويس شعرا عبد الله الدويس توفي رحمه الله عجيب متى؟ منذ شهر ونصف تقريبا عن مرض ولا فجأة؟ والله ما أعرف لكن علمت أنها توفي رحمه الله هو يعني يذكر أنه طالب علم يعني متمرس أي نعم يعني بحافظة قوية وما شاء الله عنه هو كتاب الهلام المولد الثلاثة سنوصلك كتاب وكيف عقبكم في بعض القضايا وصلك صورة منه؟ شو أنا أعلمه؟ كذا في تحسين ما ضعفه الألباني أو بهذا المعنى هو على الكاتب طابق الرجل يعني ما طبعه والله في عندي هيك شيء بس ما أذكر إن كان هو الله أعلم إذا يكون هو على الكاتب غير اللي أنا قلت لك إياه تبع السوداني تصوره نعم غير السوداني أذاكر قضية السوداني شيخنا كتاب ممنوع سعيد عندهم مصنوع